شريحه محلوله. اسمع مجموعة يعني. سيدي تيس مجموعة هي واحد ستة الناس، عبد الحق وحامي وتورية وعبد العالي وخالد وماليكا. علاش الجمعة؟ شي جمعة هي خويا كيشريو عليا من داك البلاصة. هنا البلاصة في النار جيت كنترزق فيها الله، انا بشحال هادي كلشي كيعرفني تما كنترزق والله. شنو كدير؟ كندير داك الالعاب ديال الدراري الصغار. السيارة. وجاو تهجموا عليا انا ووليداتي خدامين تما مع داك الكشاف وضربوني في الوسط اربعة الوليدات، عندي اربعة الوليدات ضربوني طيحوني. جا واحد السيد دخل عيط للبوليس، فاش جاو البوليس عيطوا لومبيلونس هزاتني للمركب. من المركب نعشت تما حتى درت ستة الصباح في المركب، ولاو عاوتاني سيفطوني الباب الحديد غير باش تعلاني فيه. دوزت وليت رجعت عاوتاني للدار، بقيت نعس واحد شي ايامات ما سحبنيش انا في يدي العاهه، تتنفخات عليا يدي وتنفخو عليا سبعاني. وليت مشيت هبطت لدار المعالج، قالوا لي راه العصب مقطعين لك، درت راديو قالوا لي العصب مقطعين لك. فجاه ولاو داروا لي عمليه وخيطوا لي يدي وصوبوا لي داك الشيء. شحال تعطاتك في الشهاده الطبيه؟ 45 يوم ديال يدي و21 يوم ديال نيف. قدمتها للوكيل المالي؟ قدمتها للوكيل المالكية. وتعتقل واحد منهم ما تعتقلوش كاملين، وما عمر الوكيل سولني على شي واحد. انا ساكن في ستة الناس وهما معتقلين واحد. ضربت 18 يوم، واحد الشاهد كان كيشاهد في صالحي في الكوميساريه. منين وصلنا للمحكمه تكلم عليا في الكوميساريه شاهد الاقوال، ومنين وصلنا للمحكمه شهد عاوتاني بهضره اخرى. صافي من تما عطاوه الصلاح، دابا راه في الصلاح. والبارح في العشية راه كان معايا واحد السيد وهدني هو، قال لي لما انت زلتيش على داك الدوسي راني غادي نفنيك في خطرة وما تصور والو. داكشي اللي صورتي دابا راه ما تصورو منه. وفوقاش هادشي كان وقع لي بالضبط؟ وقع لي في 10 في الشهر، ها 10 في شهر 3. نعم. قلتي لي تضربتي في النار في السيارة. تضربت في النار. وتدخلوا البوليس؟ دخلوا البوليس وعيطوا لومبيلونس، ولومبيلونس دادني للمركب. ومن بعد ملي مشيت للمركب عاوتاني تبعوني واحد الجوج البوليس، تبعوني واحد الجوج البوليس، سولوني عن العناوين ديالهم، عطيتهم العناوين ديالهم، ما عرفتش مشاو لعندهم ولا ما مشاوش. صافي من تما مشيت انايا الصباح، مشيت سميتو الباب الحديد، درت غرزوا لي على وجهي. دوزت عاوتاني شي ايامات في داري ناعس، مدقدق في الصحه ديالي، في ضلوعي وفي ظهري وفي راسي وفي كل شيء، في السكاليرات ديالي وكل شيء. عندك بعض الوليدات قلتي لنا انت كيضربوا، شكون نخدم عليهم؟ راهم من يومنا هذا اللي في الروض، ما اللي في الروض حيدته، اللي في السوايع ما بقاش كيدير السوايع. وراه سيدي بحال دابا الا بحثتوا فيا الحوانت كلهم مقتلين بالكريدي. وحاليا هذا الصباح هذا جا مول الدار باش يرمي لي حوايج للزنقه، وراه بشهاده مع الجيران شاهدين هذا الصباح، هما اللي ربوا عليا باش خلاني نسرق. كنطالب بحقي يعني، الناس هادو مازالين كيهدوني غادي يقتلوني. راه عندي ربعه ديال الوليدات غادي يخليوهم لي مشردين في الشارع، وكيديروا لي شهاده الزور، شهاده كيدي غير صحابو ولا فوقاش. عندك الجلسه؟ عندي غدا ان شاء الله نهار الاربعاء عندنا الجلسه. براءة كاع يحكموا عليه براءة، حيت داك السيد اللي كان. واش عرفت انا يحكموا عليه براءة؟ راه خرج صراح موقت، مول صراح موقت شنو كاين؟ راه كاين براءة. لا ماشي بالضرورة يكون. هو راه صراح موقت، راه خصهم الاعتقال اخويا ضاربين، راه خصهم المحكمة تاخذ لي حقي. علاش طلقهم؟ طلب مني بعدا واش كاين شي شهود اخرين ولا ضربوني في وسط حديقة عمومية راه عالم ديال البشر. ودخلت أكثر من 15 بوليس داك الليلة هذي. مشاو للمواترية ولا وجاو السطافيطات وجاو السطافيطات وجاو السطافيطات. والبوليس مشى عندهم الجوجة ديالي اللي هو هي واحد السيد ولد الجيرة، ودار فيها وما خلالهاش كاع عاود ما يستقبلها ويسمع منها وما وشنو وقع له وكذا. دار فيها قال لها نتوما ديما كتعداو، نتوما ديما كتعداو. ولكن هاد العائلة باش خصها تسكن بالضبط باش تضربك؟ خصها نحيد من تما، ما بغاتنيش انا نبقى تما خدام حداهم، حيت قال لك كندير واحد، انا كندير واحد التمر رمزي مع الناس كنصبر معاهم. يعني ولفت هكا كنتعامل مع الناس قبل كاع ما يجيو هما. ودابا هما قال لك لا خصنا نديرو دويره وحده على داك الاختصاصات 100 ريال. انا كندير جوج دورات وكيلعب كاع، واخا اكثر من جوج دورات كيلعب ماشي مشكل. وتا الناس كتعاون معايا، الله يجازيهم بخير، كيسيبوني هكا بربعه الوليدات كيعاونوني، عارفيني كاري 9 سنين الخدمة عندي تما. كلهم الناس اللي كيجيو لها تما، الكليان اللي كيجيو لها تما يلعبوا ولادهم، كلهم كيعرفوني وكيفضلوا يجيو عندي انا. انا ما كنجمعش عليا الدراري هكا اللي من طرف الناس اللي من الطرف، كنكون غير انا ووليداتي.
واي واحد جاب وليداته كيبغي يمشي عند واحد اللي مولا وليدات بحال مثلا. ودابا حاليا مازالتش تما؟ هدوني ما يمكنش نرجع لتما، الا رجعت لتما غيقتلوني. البارحة بالليل هددني قال لي والله امك وما انت زلتي على شكون هذا الفيلم؟ عبد الحق هو اللي كان معتقل؟ هو اللي كان معتقل، قال لي لما انت سلتيش على ذاك الدوسير راه نفنيك وما تصور والو، بحال اللي صورتي دابا راك تصوره من بعد الى فنينا.